محتاج يا سد عنه يذكر رواقنا بدعوة وحال وهب قرن يطلع الرزق من مهم مثل ما يطلع بس من نور أمواج الله رزقه تحسب الناس للناس جنة وذر القربة ضحى صليص وجهي اللي ما لقام يحنه من منة العالم ومن بعض الحراج يا صاحبي الإصرار ابن خاب ظنة ذر المثالية تمثيل وإخراج واللي بنى الأبراج وده وكنه يصير معلم في بلد مثل الأبراج لو كان يلبس ما لا تحسب إنه محمد السادس ولو يلبس التاج وجهي الدماء لقى من يحنها من منة العالم ومن بعض الأبراج يا صاحبي صار ابن خاب ظنه ذر المثاليات تمثيل حنا نعرف الضي يبون نعرف إنه حراج بنت وتسعينها الراجح اننا عارفين